مرة السلام عليكم لكيب. أنا جينا البلاصة هذه اسمها فولفسبورغ وشفتوها البلاكة مكتوب عليها بلطي موقع فيها علم تونس هذيك النجمة والهلال. سو شباب خلنا نمشيو نكتشفوا هذا بلطي رستوران تونسي موجود في فولفسبورغ. نضربوا صحيفة لبلابي وشو الدنيا ظلامة هكا تشوفوا فيها. المهم خلنا نمشيو نكتشفوا الماكلة التونسية في فولفسبورغ عند سي بلطي. يلا جو نلقاو البلاكة هذه يا هاي بلطي الماكلة والدنيا اف سي فولفسبورغ. يلا نشوفوا اللبلابي والدنيا كيفاش. ملا جو شوف السندريه تونس هاي الدنيا كيفاش والوطنيه تضرب وكذا. انا طلبت صحفة اللبلابي خلينا نشوفوها كيفاش حبيبي. ولا بلطي يا بيه هاي الاولاد اللي يحب يجي ولا يحب حاجه هاي الادريس بلطي فولفسبورغ يدي ماكلة مش نورمال تونسي 100%. الديكور والدنيا مدعوكة حتى التوابل والدنيا وال... المنار طبعا الأمور منها والله ماشي شوية ولا والله كنت تقول جاي تونس ليه والخبز يتعمل له هنا واحد تونس جمعة ولا ثلاثة من أربعة فيها بات مختيارة شو فيها تبوك ضرب في الهواء ولا شو الهواء كهو ديش بردين بس ما شلنا هذيك اللي تعمل تليفون مش كاميرا شو نصورها هات اللوج نعرف نتكل بالتليفونات ها كاميرا ولا تقدر باتشا ها رشا الزيتون طول شوية شوف المنظر الجميل الولاد ما نحكي لكمش لبليه بيدوب العظمة تن مهريسة نحكي لا ما لشنو يا أخوي عالم ما شاء الله ما شاء الله وما زال الله ما زال وي وي شو 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 شوف الفيضان شوف بركان بركان عالم تسمع في الموسيقى تدربوك تضرب موسيقى تأشر بسم الله هاي بسم الله اللبلابي دواء لكل داء خلنا ناكل ونرجع لكم للحاجة الأخرى نظفناها شنو رايكم صحيفة كيف تيجي مع الفريه تشوف الفريه مع الخبز يعملوا له هنا سكون ما شاء الله بسم الله قول عليك في القلب ليش نور مع زيد هكا الله أكبر بدي اللعب ما يوفيهش هاي واحدة فريكة سي دوخ دوخ بالماكلة عسيل ودوخ بالماكلة شبيبة سي نحب نرقد على بلاستي لهنا نحب نتكى نرقد أخويا اللي يسكن في فولفسبورغ ولا حتى في برلين مش بعيدة ساعتين برك إيجا جرب قوي عند هذا بلطي يودي ماكلة ما شاء الله والله العظيم والله صو شبيب الفيديو بتاعنا يوفل هنا وخفيف الذنية فكة تك تك كيما وريتكم هذه ماني صورتها لكم هاي الادريس لهنا أخوي ميدفوخ مسكر نهار الأربعاء مسكر مونتاج بالزامستاج فغايتاج هاكم هذا مما الأوقات peace and love السلام عليكم ونتلقاو في برشا فيديوهات.